أستاذ أحمد، عندك محاور مهمة ستحدثت بيها عن قضية العفو العام. أنا أريد أتحدث عن كلمة المشروط، هاي خلي لي إياها بين قوسين، لأن كثير يقول لك أنا سوي عفو عام. نعم، أنا خرجت من داعش من أضرار، بس أنا عندي كثير إرهابيين نايمين بسجون ومثبت عليهم. شلون أنا أسوي عفو ما أطلع القتلة والإرهابيين وأخرج البقية؟ نعم، شلون أقدر أضبط هاي المصدر؟ نعم، بالقانون إحنا بإمكاننا نضبطها طبعاً، وهذا سؤال جداً مهم. أي. وسألت أنت إضافة لهذا السؤال أنه آخر عفو عام رقم 27 سنة 2016 وأجرى عليه تعديل، وبس أنا يعني من خلال نظرتي ومتابعتي أنه قانون 19 لسنة 2008 هو الأقرب للتطبيق الحالي، العفو العام التطبيق، لأن كان به شمولية أكثر لجرائم كثيرة، مجرد تجرى عليه تعديلات بسيطة يكون يعني منصف للحكومة كحكومة، منصف للحكومة ومنصف للناس الأبرياء الموجودين بالسجون. أما قانون 2016 مثل ما يدري الأستاذ رزاق يعني قيد كثير من الجرائم. إحنا بغض النظر شلون؟ إن كان شلون؟ إحنا بعض الجرائم يعني تدري حضرتك أنت الجرائم أكو بيها جرائم إرهابية وأكو جرائم عادية، مو أكو جرائم ما سبي أمن الدولة، أكو جرائم يعني بسيطة. فالعفو العام يشمل كل هالجرائم. إحنا طبعا بكل عفو يصدر أكو الجرائم يسموها المخلة بالشرف والجرائم الماسة بيئة من الدولة، هذه ما أريد ندخلها إحنا أصلاً، يعني بمطالبتنا لإقرار قانون العفو ما أريد ندخلها. بس أكو جرائم مثل ما تفضلت حضرتك وضيفك أنه أكو جرائم يعني خلطة أوراقها الأدلة يعني المتعلقة بالمتهم من خلطة الأوراق بسبب وجود موضوع المخبر السري. المخبر السري تدري حضرتك أنت بمجرد يعني كثير من الأبرياء نحكمه بناء على المخبر السري اللي هو أصلاً عنده عداوة مع شخص معين، راح أدلى بمعلومات طبعاً كاذبة وظلل العدالة وفلت من قبضة العدالة طبعاً، مو ووصل بسبب خلط الأوراق بسبب الظرف اللي يمر به البلد. تعرف أنت يعني ما ممكن يجلس القضاء أنه كم هائل من الدعاوى من أجل تمحيصها بدقة متناهية للوصول إلى الحكم العادل، ما ممكن، بالإضافة للوضع السياسي الموجود بالبلد. إحنا أنا رأيي الشخصي طبعاً لابد من إصدار هذا العفو، لكن إذا كان لابد من عدم يعني إصداره مثل ما تفضلت أنت تقول المشروط، فخلي إحنا نمدد القانون العفو لسنة 2009 لسنة 2008 19 هو يعني تقريبا نقدر نقول منصف مع بعض التعديلات اللي تتعلق بجرائم تعرف حضرتك أنه أصبحت يعني وضحت لي كثير من أبناء البلد ومن السياسيين سلطة سياسية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية بأن وجودها يعني مو منطقي. جميل. نعم. جميل.